التي تقدمها وتسلمها بلدية الاحتلال وسلطات الاحتلال مستمرة ومتواصلة بشكل يومي. مؤخرا سلمت سلطات الاحتلال اختراق هدم لحي فدات، يدور الحديث حول هدم عشرات المنازل في حي فدات بالإضافة إلى أحياء أخرى في عناتا وفي القدس المحتلة بشكل عام، من أجل التهويد وبناء المخططات وإقامة المستوطنات الإسرائيلية طبعا على حساب أصحاب الأرض الأصليين. للحديث حول هذا الموضوع سوف نستقبل هنا في الاستوديو السيد يوسف مخيمر، رئيس لجنة المرابطين في القدس. صباح الخير سيد. صباح الخير لك ولكل المستمعين ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. أهلا بك، حياك أستاذ الله. يوسف، لو تشرح للجمهور عن طبيعة هذا المخطط بالضبط، لو نبدأ من ما يدور في عناتا. نعم، يدور الحديث عن قرية عناتا. قرية عناتا هي قرية ذات أراضي زراعية، ذات مستودع كبير من الأراضي ما يزيد عن 30,000 دونم. هي مساحة قرية عناتا لم يبقى منها اليوم أكثر من 2,000 دونم. هذه القرية ذات المساحة الشاسعة التي تمتد شرقا حتى مناطق أيوان، الخان الأحمر والأغوار، لم يبقى منها إلا 2,000 دونم. أصبحت متصلة بمخيم شعفاط، وإذا أردت أن تقول أصبحت قرانا الفلسطينية جميعا مخيمات، مخيم عناتا، تستطيع أن تقول مخيم حزمة، تستطيع أن تقول مخيم بيت حنينة، بدليل أنها أصبحت محصورة ما بين جدار وما بين شارع التفافي وما بين مخطط استيطاني ومستوطنة. فهذا الاحتلال الذي يسطو على أراضينا، هذه الأراضي التي هي من حق عائلات عناتا ومن حق عائلة الفهيدات التي تملك هناك 5,000 دونم، تم مصادرة 1,200 دونم منها لصالح معسكر عناتوت الذي أقيم في نهاية السبعينات. يدور الحديث عن مؤسسة استيطانية، يدور الحديث عن عصابة كبرى من المافيا السياسية التي أطلقت على نفسها اسم دولة إسرائيل. هذه المافيا القادمة من أصقاع الأرض جميعا أتت لكي تسلب هذا الشعب الوادع أرضه، ثقافته، حضارته، مستقبله. هذه العصابة التي لا يمكن أن تتجاوز لقب العصابة، التي أصبح لها برلمان وأصبح لها جيش وأصبح لكن لها. ما الذي تنوي العصابة بناءه بالضبط هناك؟ ينوون مصادرة الأرض، كونهم يتوقون لعمل مؤسسة ثقافية على تلك المساحة تكون بوابة للمستوطنات الخان الأحمر. هم يبحثون عن التقدم أكثر ما يكون وأقرب ما يكون إلى قلب القدس. يجب أن نؤكد أيضا أن حي الفهيدات هو بوابة منطقة إيوان التي نتحدث عنها، وبالطبع ينوي الإسرائيليون هناك الاستيلاء والسطو على كل أراضي إيوان والبالغة آلاف الدونمات. إذن هو استهداف جديد، إعلان جديد للسيطرة على أراضي واسعة من مناطق، من حي أو من قرية عناتا، للاستيلاء على هذه الأراضي ووضع اليد عليها لتنفيذ كافة أهدافهم الاستيطانية في هذه المنطقة، وكما تحدث عن منطقة إيوان اللي تحدثنا عنها خلال الشهرين الماضيين. كان الاحتلال بيصادر بيت بيت مثلا، أو بيصدر حق مصادرة أرض واحدة في منطقة معينة. الآن الهدم بالجملة، بيقول لك بدنا نهدم 20 منزل هون وعشر براكسات ونصادر أراضي بالجملة. هل هذه سياسة جديدة يتبعها الاحتلال، وخاصة في منطقة، في مدينة القدس وفي منطقة عناتا؟ نعم. أم ماذا تعتقد؟ نعم، دعينا نطلق عليها جملة الجملة، لأنها جملة المساكن بكثرة وجملة المواقع. فهو يضرب اليوم في شرفات أيضا، كما يضرب في بيت صفافة، كما يضرب في حي الفهيدات، كما ينوي شق شارع 21 في شعفاط، وينوي أيضا شق شارع 4 في بيت صفافة، ويضرب أيضا في حي الفهيدات جملة وفي كل المناطق. هذا إذا تحدثنا عن القدس. أيضا لا ننسى وادي الربابة، لا ننسى أيضا حزمة، لا ننسى المواطنون البدو في جسر جبع الذين تسلموا اختراق بالهدم والإزالة، علما أن بيوتهم مبنية هناك هي أقدم من الاحتلال. عمر تلك البيوت هو أطول من عمر جدا دولة إسرائيل. وبالتالي هذه الجملة
من الهجمة الاستيطانية هي غير مسبوقة أبدا، لم يكن هناك ظرف قامت به إسرائيل بالضرب بهذه الضربات الأخطبوطية السرطانية التي تتفشى في المناطق الفلسطينية بهذا الحجم. كرئيس للجنة المرابطين سيد يوسف، عفوا، هل تقدمتم بالتماس أو أي أمر إلى محاكم الاحتلال في محاولة للحؤول دون إجراء أو تنفيذ عمليات الهدم هذه؟ نعم، نحن كلجنة مرابطين نشكل حالة نضالية في محافظة القدس، مدينتها وريفها أيضا. نحن نعلن ما يمكن أن نقدمه. عندما تسلم الإخوة من حي الفدات الإخطارات، قمنا فورا بالدعوة إلى مؤتمر صحفي حشدنا فيه كل الإمكانيات الإعلامية والصحفية، حضرت العشرات من المحطات والفضائيات، وبالتالي لتعريف الناس بمعاناة هؤلاء الإخوة من حي الفدات. أيضا قمنا بوضع إمكانياتنا القانونية، لدينا دائرة قانونية بها محامون مختصون من ذوي الخبرة الذين يتلقون أجور محترمة، وبالتالي هم مستعدون، وبعض المحامين جاهزون لأخذ أيضا قضايا أخرى في مناطق ثانية ضمن الدائرة القانونية. ما نستطيع أن نقدمه هو حالة التضامن المحترمة مع هؤلاء الإخوة أينما كانوا، في الفيدات أو في شرفات أو كانوا في شعفات أو في جسر جبع، أينما كانوا، ثم التركيز الإعلامي على هذه القضية، ثم المدافعة القانونية إن لم يكن هناك محامون. هذا ما نستطيع أن نقدمه، وهذا ما نلتزم به اليوم، وهذا ما نلتزم به غدا. أيضا نحن ندعو ونستنهض الجماهير لحالة المقاومة الشعبية للرد على هذه السياسات الاحتلالية الغير مسبوقة. لا يمكن أن نبقى هكذا، يجب أن يستمر عطاءنا، يجب أن نشكل رافعة للعمل الشعبي الجماهيري للرد على هذه السياسات التي أطلقنا عليها جملة الجملة. يجب أن يكون هناك تماس جماهيري أكثر مع الحالات التي يتم استهدافها، مع المناطق التي يتم السطو عليها أو توزيع إخطارات للهدم بشأنها. يجب أيضا أن يكون هناك عمل رسمي موازي لهذا الفعل الجماهيري. يعني لما ذهبنا إلى باب شمس ثم إلى باب الكرامة رأينا حالة التفاعل الرسمي والشعبي مع هذه ال وكانوا الناس كانوا بيستنوا هاي نعم الحال. لا، لو استمرت، لو طلع النهار على المتضامنين والمعتصمين في قرية باب الشمس، أنا أؤكد أنه لو كان هناك العدد بالآلاف إن لم يكن بعشرات الآلاف. كوننا اليوم كمقاومة شعبية نمس رغبة الناس وحاجة الناس وألم الناس، أنه يجب أن يكون هناك فعل موازي. نحن يجب أن نتوقف عن ردود الأفعال، ليكن لنا فعل كما كان في باب الشمس حتى نربك سلطات الاحتلال أنت تطالب وعمله. باستنساخ وتكبير وتطوير هذه التجربة في كل مناطقنا. نعم، لماذا لا يكون هناك باب شمس أيضا في عرب الرمادين وفي نعم. سوسيا وفي الأغوار وفي عزبة الطبيب وفي كل المواقع اللي على طول في طول الضفة الغربية وعرضها؟ إن أعلننا الدولة، إن وافق العالم على قبول هذه الدولة كعضو في المجتمع الدولي، لماذا لا تكون هناك قرى فلسطينية أخرى وهي تقام بالعلم على أراضي فلسطينية هي خاصة، إن كانت مصادرة مسجل. أو نعم. كانت مصادرة، ولكنها هي أراضي خاصة بالفلسطينيين. نحن نتوقع أن تكون على الأراضي الغير مصادرة كما كان في باب الشمس نعم. لعائلة أبو غنام، ورغم ذلك قامت الدنيا ولم تقعد. نتنياهو لم ينم تلك الليلة، وحالة الاضطراب التي سادت القيادة الإسرائيلية تعبر عن مدى إيجابية وأهمية هذا الفعل الذي كان هناك في باب الشمس. كيف ممكن نشجع الناس على الاستثمار في هذه الأراضي المهددة بالمصادرة، وخاصة المسجل رسميا والمعروف من هم ملاك وأصحاب هذه الأرض؟ ما هي الطرق الجديدة والمبتكرة اللي ممكن نشجع فيها الناس على الاستثمار في هذه الأراضي واستغلالها للحيلولة دون مصادرتها أو السيطرة عليها؟ نعم، ببساطة كانت لدينا هناك وزارة لشؤون لمقاومة الاستيطان والجدار، وقاموا بإلغاء هذه الوزارة. لماذا لا تكون هناك الوزارة هذه من جديد،
وتقوم بتمويل الاستثمارات بالزراعة على الأقل. نحن كنا في حي الفهداد، الإخوة هناك لا يعملون، ليست لديهم أي وسيلة للعمل. الإخوة، إحدى النساء هناك صرخت في وجه الكاميرا وقالت: أين سنذهب؟ نحن لا نملك ثمن جرة غاز، أين سنستأجر؟ يدور الحديث عن الشعب الأكثر فقرا في العالم، هذا الشعب الفلسطيني والذي تفرض عليه حياة غالية بمستوى الحياة، كل المواد الاستهلاكية هي غالية جدا. لو كنا في بلد آخر وتلقى الشعب مستوى الدخل لكان الوضع جيدا، ولكننا هنا نعيش تحت في ظل الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر غلاء، ونحن شعبنا يتلقى الرواتب الأقل في العالم. إذا نحن بحاجة إلى دعم هؤلاء الناس، لماذا لا تكون هناك جدار وزارة لرعاية شؤون الناس المستهدفين، لتوزيع الأسهل الزراعية، البذور، لاستصلاح الأراضي؟ إحنا كنا أيضا في منطقة إيوان قبل شهر من الآن، وشاهدنا أن هناك الإخوة ما يحتاجون إليه لا يحتاجون إلى الأموال ولا إلى حسابات بنوك، يحتاجون إلى تراكتور زراعي من أجل نقل خزان الماء الذي يعتشون عليه من خيمة إلى أخرى، من تجمع إلى آخر. كنا في مدرسة الإطارات التي قام الإخوة بوزارة التربية والتعليم، أو حتى على مستوى بناء مدن ثقافية أو مسارح، أو لننشط الناس للذهاب لهذه المناطق المهددة بالمصادرة، وخلق علاقة وطيدة مع هذه المناطق ومع هذه الأرض اللي ممكن في يوم من الأيام نفقدها بين يوم وليلة. نعم، نحن بحاجة إلى الاستنهاض الفعل الشعبي، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك لدينا أولوية للصرف. نحن كسلطة فلسطينية نعيش في أزمة مالية، ولكن يجب أن يكون هناك لدينا أولوية للصرف. نحن نعيش اليوم في ظل انقطاع الرواتب، ولكن هناك أيضا من يتلقون الرواتب الهائلة، الميزانيات الضخمة تذهب إلى الأمور غير ذات الأولوية، وبالتالي يجب أن يكون هناك أولوية. نحن في حالة حرب أيها الإخوة. أنا أيضا أقول: ما المانع من اقتطاع 10% من رواتب من يتقاضون الرواتب الأكثر من 8000 شيكل؟ لماذا لا يتم اقتطاع 8000 10% من رواتبهم وتدخر هذه الرواتب لهم حينما تنتهي هذه الأزمة، ولتدفع هذه الفروقات للمناطق الأكثر استهدافا، تدفع هذه للناس في وادي الربابة، وتدفع هذه الرواتب للناس في منطقة إيوان. نحن كنا في منطقة إيوان إخواننا في عشائر الجهالين الذين لا يملكون من الدنيا سوى هذه الخيمة وهذه الماشية. السيد يوسف مخيمر، رئيس لجنة المرابطين المقدسيين، أهلا وسهلا فيك مرة تانية في برنامجنا، وشكرا جزيلا لوجودك معنا. نحن شكرا جزيلا لك. نحييكم ونوجه كلمة أخيرة لجماهير شعبنا الذين تطلق عليهم إسرائيل هذه الحرب الشاملة. نقول: كان الله في عوننا، فلنتوكل على الله، فلنتجه إلى الله في هذه المحنة، ولا يكن لدينا أيضا التعاضد، وليكن لدينا التسامح، وليكن لدينا المحبة، المحبة هذه التي ورثناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم في نفحات من ذكرى ميلاده العطرة. أستاذ يوسف، رح تضلك معنا لنقدم هاي التحية، تحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ألف تحية لأسرانا المضربين على الطعام، كل يوم يزيد اسم جديد بإضافة يوم جديد من الجوع، مطالبة بالحرية بدون استثناء، وخاصة الأسرى والمعتقلين اللي بيحضرونا كل أسبوع وبيستنونا كل أسبوع بهاي الفقرة الخاصة بتحيتهم. تحية إجلال وإكبار لليوم راح تكون خاصة بشار للأسير المقدسي حسام شاهين الذي دخل في عامه العاشر من الاعتقال، 10 سنوات خلف قضبان صماء، 10 سنوات من الحرمان والقهر والانتظار، 10 سنوات عقد بأكمله مرت على اعتقال الأسير المقدسي حسام شاهين. تغير العالم، شاخ الكبار وكبر الصغار، وما زال هو داخل المعتقل للشموخ الذي يمنحنا إياه حسام شاهين، للجلد والصبر الذي نتعلمه منه ومن معتقلينا في سجون الاحتلال.
نستمد روح العزيمة التي لا تنضب. قصة جديدة للأسير المقدسي حسام شاهين، على لسان عائلته كل التحية لحسام شاهين. ماذا تود أن تقول لحسام شاهين في الذكرى العاشرة لاعتقاله؟ طبعا أعتقد بأن الزميلة كريستين زارت عائلته، ويوجد تقرير حول الموضوع.